حبيباتي، رجعت وياكم بالجزء الثاني طبعا من طريقة الخياط. باع حبيباتي هاي الردن، راح اجي بالاول اخيط البزمة مثل ما قلنا احنا. اول بداية اخيطها زين عيني، واجي داير مداير الردن اديرها زين. هاي وحدة زين. طبعا هاي الردن راح اخلصها. وعندنا البدن، شوفوا بنات الكلاو، احنا همينا هاي القطعة زايدة. العفو. باعوا بنات هاي التطوالة زين، هم راح اخيطها. شوفوا خليني اوضح لكم اياها شلون راح اخيطها. هاي هيج، وهاي هيج اجي اخيطها. باع اوصلها يعني، وارجع وياكم طبعا من الفيديو، بس اسوي هذني حتى الفيديو ما يصير طويل حيل. زين. وهذا الكلاو، هذا الكلاو باعوا بنات الكلاو، راح اجي اخيطه منه زين، داير مداير على قد اصبع من انا. هاي الصفحة الممدودة امشي بيها نص اصبع فقط، على مود اثنيشن عدي الوسط مالت الظهر، باعتبار اصير وسط الكلاو على وسط الحفرة مالت الرقبة زين. ورا ما يعني اخيط هاي، راح يصير عندي قطعة دائرية اكف هيك قد اصبع فقط امشي بيها، على مود خاف اعبر بيها قيطان زين. طبعا اذا عد بيها قيطان اعرض اسوي اصبع زين، واذا مراد ابي قيطان اسوي نص اصبع، فتبقى بعد هاي بالكيف زين. حبيباتي اكمل هذولي وارجع وياكم. بنات طبعا راح اوضح لكم بس طريقه الكلاو هسه حاليا، لان العفو دخلت البنيه قالت لي شلون ينكفوا الكلاو، والكلاو حاله حال اي كفه عاديه. هسه انا بالاول بلشت بصفحه الهامه من فوق يعني، شوفوا شوفوا بنات هاي خلصت باعو. هسه انفتح عندي باعو، صارت عندي دائرية. راح اجي هسه اكفها هالكفة هاي، شوفوا. طبعا انا راح اخذ اصبع الكفة مالتي زين، وشوية شوية امشي على اصبعي اذا تبتين تعبرين بها قيطان. شوفي هذا الخياط اللي بالنص تفتحينه بهالصورة هاي، هي شي زين، وتطوي على اصبع. شوفوا بنات هذا هو الكلاو مثل ما قاعد تشوفوا، طريقة سهلة وبسيطة، وبنفس الوقت هي نافعتني ومستغلة القماش همين. شوفوا هاي صفحة الظهر باعوا. هسه راح اكمل الردن او ارجع وياكم بالفيديو. كسرات حتى يصير شوية تجيب مكبكب حلو زين. وهذا هو الصدر والظهر زين. بالنسبة للظهر شوفوا حبيباتي، هسه اني هيجي طبقتي اول بداية بس الصدر، راح اجي احفر الصدر، راح اخذ عرض الصدر 5 سنتيم زين. هذا 5 سنتيم النزال، ما راح انزل هواية، راح انزل 6 سنتيم مو هواية، لان ما اريد ادلع زين. من هنا راح انزل حفرة دائرية لحد رقم 6 سنتيم النزال زين. هسه شوفوا
صار استغفر الله سبعا، يلا عادي يصير. بالنسبة للكتف، الكتف راح انزل بيه الفاتورة هاي. اذا صارت عندكم هاي الحالة تقدرين تاخذين من هذا من نانا شوية من الكتف نزلين بيه. سوي هسه الحفرة. بالنسبة للكتف ناخذ القياس مالته 7 سنتيم، زين. من الان ايش قد رايته؟ رايته يصفى 5، رايته هذا القياس يكون. وش اسمه منه 5 سنتيم اذا رايته، ها تاخذينه 7 على مود اصبعتيها، يعني سنتيمين للخياط، زين. اذا رايته 6 تاخذينه 8، فهسان راح اخذه 7 سنتيم. هذا هو 7 سنتيم. هسه انا خلصت طباعه، راح اجي للظهر. الظهر على نفس القياس امشي بيه. طباعه حبيباتي طبقت الظهر، طبعا طبقت الوجه على الوجه على مود ما يظل يزحلق، لان اذا خليته هذا على الوجه وهذا على الوجه راح يظل هيك يتلفلف بيناتهم، زين. فانتي بعد شو شنو رحش تقدرين حتى هذا طبقينه يعني على الظهر على الظهر، بس حتى ما يظل يمزقين اثنيناتين، واحد يكون ثابت واحد عادي اذا ينزق، زين. اجي اخذ حسب اصبع واحد او سنتيم واحد، زين، او امشي من هنا. زين حبيباتي هسه هيجي نفس القياس مشيت بالضبط، خلصت. هسه راح اجي قبل اربطهن، زين، يعني هذا الظهر والصدر قبل اربطهن، زين حبيباتي. وراح النوب داير مدايره، راح احفر العفو الكبوس. شوفوا حبيباتي راح اجي اربط اللي قدام ويا الظهر، طبعا حتى ما يحتاج الطانة، زين. تقدرون طبعا قياس 7 سنتيم كلش زين وتمام، من قياس مالت العمر 5 سنوات و4 سنوات قاعد اشوفه كل زين وتمام. وبالنسبة العمر الاكبر تنزلين يعني سنتيم واحد، واذا وحدة راسه شوية كبير تنزلينها بسنتيم واحد، زين. وتقدرين شوية تعرضينها من هنا بمكان ما تنزلين. طبعا انا حسبت حساب البطانة، طبعا عفوا نسيت، انا عندي كلاو، فالكلاو لا هو قياس كامل، انا عبالي بدون كلاو بالاول نسيته، يعني تعرفون شوية هالايام انشغلت لان جهالي شوية مرضى. عفوا. ثلاث يوم سوالنا جريمة، خلي سؤال في لكم، اجابوا سجاد رشادة مع المبيد مع الحشرات، فبيريحة شوية يعني يسوي شحطة بالبلعوم. شوفوا بنات هسه بعد هذا راح اجي اموت على الكتف اذا اريد، واذا عادي ما يعني مو الا حملوني شوية بنات. شوفوا حبيباتي هسه ابدي من نص الظهر، الحفرة مالت الظهر، واقيس بهالصور هاي باعي بالاوتشي. طبعا من اريد ابدي نص الظهر انيشنا بالاول،
أنا مودي أعرف القياس أنا منين بديت. هاي الخطوة بنات انتبهوا عليها، إذا الكلاوي يطلع عندكم صغير أو كبير. أبدي من النص زين وأمشي بهالصورة هاي. أخذ داير مداير الحفرة مالتي مال قدام ومالة الظهر، تمشون بالآل شباعو. هاي شقد؟ هاي 39 سنتيم. نجي النص مال 39 شقد؟ النص مال 39 النص مالتي 19.5. نيجي نقيس العرض. العرض شقد باعو؟ هو العرض هم يلا 19. شوفوا بنات طلعت عندي زيادة تقريبا اصبع باعو، اصبع زيادة. هنا ايش راح اسوي اني؟ ما يا اما اقص من هنا شوية يعني، يا اما اخذ منه. فايش راح اسوي؟ راح اجي اقلب الكلاو. باعوا هاي الكلاو من هنا مقلبته، من هنا راح اخذ هذا الاصبع وهنا اصعد. حتى ما اخذ من الطول مالتي ولا يعيقني بنفس الوقت، خاف باللبس شوي يلطش على الراس. زين بنات هسه اجيب مالتي القطعة، اجي من نص الظهر. نص الظهر وين؟ هذا هو نص الظهر، هذا نص الكابوس يعني منتصف النص مالت الكابوس مال الظهر يعني هذا مال وري. باعوا على المنتصف الظهر مالت البدن مالتي يعني مالت الجداش. هذا هو منتصف الحفرة مالتي باعو. زين بنات هسه راح اجي بالنسبة للصفحة الثانية نفس الحالة ايضا. حبيباتي خلاص عندي الكلاو مثل ما قاعد تشوفون. زين بقى بنات خلاص عندي هسه الكلاو. طبعا انا راح اعرضه على بنتي على مود تشوفونه، او تقدرون بنفس الوقت هذا الخياط تكون من هنا هيك علي داير مدايرة. زين حبيباتي شوفوا بنات امشي على هاي الصفحه مالت الخياط باعو، اطبقها بهالصوره هاي زين وامشي عليها بالخياط.
لحد النهاية، أمشي على نفس النمط أو على نفس الصورة. زين حبيباتي، وارفع النار بفردان كالمعتاد عليه، يعني نربطه. كل فيديو طبعا أنا عايدة هاي الخطوات كلها يعني. زين حبيباتي، هسه راح اجي اربط الردان مالتي. زين شوفوا هذا الكلاب، اجي هسه اربط الردن هاي الجيوب. طبعا راح اربط الردن من هنا برجع على الجيوب. بالمناسبة انا مسوية نيشان، هذا النيشان مسويته مثلث صغير انا متربط بها الردان. شوفوا حبيباتي، هساني خلصت الردان. طبعا الردان انا هواي هواي عادته بالفيديوهات، وتقدرون تشوفونها باي فيديو، بس انا ما ردت اطوله. شوفوا بنات، هذا الكلاو باعوا هذا الحد مات الكتف. زين هسه وقت الجيوب، فتبقى الجيب انا اتحكم به حسب الطول الراي الثاني. زين شوفوا بنات، هسه انا عندي هذا شريط هيك لون جوزي، احتمال راح ادير على الجيب زين حتى يطلع حلو، وعلى صفحة التطعيم البنص يعني على الخياط. زين بنات، راح ادير علي بهالصورة هاي خياط بنص فقط، وراح ادير على الجيب من هنا زين، وهاي راح اكسرها هيك فد كسرتين او ثلاثة، بحيث الم الجيب من جوا، لان من جوا انا مسويته عريض، فقلت اريد شوية الم لمه بهالصورة هاي هيك يعني يصير صغير زين، وبنفس الوقت هم هو فيه كحلوة. واذا اريد اكسره ورا ما اكسره ادير على داير مدايرة الشريط. زين حبيباتي، هسه انا خلي ادير على صفحة الصدر من فوق، وبالظهر همينة على صفحة يعني القطعة مالتي، وارجع وياكم بالفيديو. ما اثر على الاطفال اهم شيء، بس مو شيء. يلا عادي. حبيباتي، هذا الجيب هيك سويت بيه كسرات، هسه راح اشوفكم شلون الطريقة. لا اي ها حبيباتي، شوفوا بعد سويت، خليت الخيط على رقم 5، مو هنا بالميزانية لعبت. زين شوفوا حبيباتي، انا ما لعبت هنا بهاي، لا لعبت بهديش الميزانية، خليتها على رقم 5 زين، على مود اقدر اسحبه، فسويت هاي الكسرات بي. زين راح ابدي من هنا، شوفوا هيجي مو على الطرف، عفت اصبعي ومشيت عليه. بعدها فتحت، شوفوا خليت الخيط طويل زين على مود ابدي اشتغل. صفحة الملكوك هو اللي ينسحب، اللي مثلا تردين تسوين خرطة، تردين تسوين هاي مال زخمة كسرات، هذا الفوق ما ينسحب، الجوه هذا الفوق تحوفينه، هذا الجوه اللي تسحبينه باعي، يكون طريقة الفتك سهلة بي. زين اخذ الصفحة الثانية همينة اسويها كسرات. زين شوفوا بنات، ارجع النوب اعدلها بهالصورة هاي هيجي، او اخيط، احاول تكون الكسرات متساوية زين، تصير مرتبة باللبس. زين حبيباتي هيجي خلصت، هسه راح اجي قبل اربط الجيب. اربط الجيب راح انزل من الجيب تقريبا 30 سنتيم، العفو للجيب من الكتف، شوفوا صفحة الكتف، شوف بنات صفحة الكتف هاي، وين هذا الخياط مالت الكتف، اعلى منطقة بصفحة الكتف تنزلين بيها 30 سنتيم هواي. راح اخذ 25 سنتيم احسن، بس والله ما اشوفه هواي، اخليه حسبت 22 سنتيم. زين
أبدي خلي الجيب زين. طبعا تبدون لاصقة بالوجهين، تردونه بدون لاصقة بالوجهين، بعد انتو هاي بكيفكم زين. هذا هو القياس زين بنات، هاي هي الكسرات بهالصورة هاي، تردونها انزل عادي تنزلون. بس انا راح اخليه على المستوى هذا، خذيت 22 سنتيم. تركت من هنا 3 اصابع وراح اترك من هنا 3 اصابع بالجوانب وابدي اخيط. خلي شوي اجيكم الكاميرا على مود تشوفون، شوفوا بنات. تردون تثبتوه بلاصقة بالوجهين، اضبط لكم زين. اعدل القماش من تحتي، من تحت الجيب، وابدي هنا بشوية ادير على مود اعدله ويجي بالعدل زين. زين شوفوا هذا صار الجيب حلو وصغير بنفس الوقت، حلو مرتب. هسه راح اجي للصفحه الثانيه، طبعا الصفحه الثانيه نفس النمط امشي به، بس خلي اديره هالصوره هاي زين بنات. هاي الصفحه الثانيه هم اجيب الجيب، طبعا وحده خليت بيها هاد، وحده ما خليت بيها نسيت. ايفون اقدر اشيلها، اقدر ابقي، بعد تبقى هاي اختياري، بس يمكن راح اشيلها لان طبعا خيطت هذا ونسيت. واقدر بابرة وخيط امشي، بتبقى بعد هاي حسب الواحد. شوفوا بنات صراحة ابدي اخيط الجيب الثاني، اهم شي تكون المسافات متساوية، طبعا هاي القياسات تكون متساوية ويا هاي، والجوانب منا ومنا، شوفوا جانب منا ومنا، والفوق تكون قياساتها متساوية ويا الثانية زين. وتحاذرين يكون القماش ما مجرور من جواج زين، لان ترى شوية القذيفة يغدرهم هم وهم الستريج. ابدي اخذ، طبعا انا اخذت على قد اصبع شوفي. لازم تبقين تعدلين على مود يجي مستوى عدل ليش. خلاص عندي الجيب، واقدر اخليه بنصي شذري او دقمة صفري او فتشي مرتب، فتبقى بعد هذا حسب اختيار الشخص وحسب ذوقه ونزاكته. بعد هو هسه راح اجي اربط الردن كالربطة العادية يعني اللي نربطها، وارجع لكم حبيباتي. وهاي هذا كان الشكل النهائي للدشداشة، ان شاء الله تعجبكم، او النفنوف او النفنوف حبيباتي. وهاي هي الردن باعوا، وهذا هو الجيوب، بعد جيوب ايش قد حلوه صارت، كيوت كلش حلوات، باعوا كسراتها ايش قد حلوه هيك ما من دار على الضوء، شوفوا كلش حلوه مرتبه. وهذا هو الكلاو زين، بس هو ترى القماش يعني مو هالقد، قلت لكم انا جابوا لي، فقلت احسن ما يعني اعوفه اسوي لها. وان شاء الله عجبكم الفيديو واستفاديتوا منه بنات. وهاي هي الاقدام اللي سويتها الفطومه، حلوات ومرتبات كلش، ونفس لون النفنوف، وان شاء الله عجبكم هذا الفيديو.